السلام عليكم، اسم ديالي فاطمة الزهراء جابر، رئيسة جمعية الفردوس. جينا اليوم كنشاركوا في السلامة الطرقية، نوعيوا الناس كيفاش ياخذوا الحذر، كيفاش يقطعوا الطريق، نساعدوهم، نوريهم بزاف د الحوايج. ودرت تنسيق مع جمعية اللي مختصة بهاد الميدان هذا، وكنتمنى توصل الفكرة ويستافدوا منا الناس وتحنا نستافدوا من الجميع. المراسلة اللي كنطلبوا منهم هو الاحترام قانون السير، وهادشي غير من مصلحتهم، يعني هادشي كامل اللي كنديروا غير من مصلحتهم باش ياخذوا الحذر ويعرفوا كيفاش يمشيوا راسهم، كيفاش يقطعوا الطريق، كيفاش بزاف د الحوايج. معكم رياض سعيد، عضو بالجمعية المركزية لأرباب تعليم السياقة بالقنيطرة. كنحاولوا اليوم في هذا اليوم الوطني للسلامة الطرقية نسيق مع الجمعية ديالنا بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تنظيم واحد الحملة تحسيسية في هذا اليوم الوطني للسلامة الطرقية. هذه الحملة التحسيسية كتخص بالخصوص مستعملي الطريق وبالأخص الناس اللي كيستعملوا ممر راجلين. كنحاولوا من خلال هذا اليوم هذا ان حنا نوصلوا واحد الرسالة ان مستعمل الطريق انه الطريق كتبقى للعموم بصفة عامة، ولكن ملي كنحاولوا اننا نستعملوا الممر تاع الراجلين كنحاولوا نمتثلوا الاشارة الضوئية، حيت بعض الراجلين كيقول بان الممر الراجلين خاص بالراجلين. ملي كندخل انا الممر الراجلين بانني انا راني محمي، بالعكس كما كتشوف الاخ ليه ملي كتكون عندي الاشارة بالاحمر راه كنخلي السيارات يدوزوا، حتى كيشعل لي انا الضوء الاخضر عاد كتولي عندي الصلاحية انني نعبر ممر الراجلين بواحد المساله اللي هي سليمه. هذا هو اليوم التحسيسي اللي كنقوموا به، فهمتيني؟ وكنتمنى ان ما يبقاش يوم وطني للسلامه الطرقيه اللي مختصر في 18 فبراير، كنتمنى تكون الايام كلها ايامات سلامتيه، وتعمم هذه المساله تاع السلامه الطرقيه على جميع المراكز التربويه، واخص بالذكر هنا المدارس. كما قلت لك انه خصو يحترم قانون السير، انه يكون على إلمام بهذه المساله تاع العبور. العبور السليم هو كنقولوا خصو يستعمل الممر الخاص بممر الراجلين، هذه اول حاجه. ثاني حاجه انه يشوف الاناره الخاصه به اللي كيشعل الضوء الاخضر، انا ذاك يمكن لي نعبر بواحد الطريقه سليمه.